السلام عليكم، اهلا في مناقشه الحلقه الاخيره من الموسم الاخير لجيم اوف ثرونز. قبل ما ابدا اتكلم عن الحلقه، لو عجبك التيشيرت على الرغم انه الشتاء جاء وراح، ممكن تطلب من الشباب في تيشيرت 1، هتلاقي رابط المتجر في الانستغرام في خانه الوصف تحت. في البدايه حاب اوضح شغله، ما اظن ابدا انه حيجي مسلسل في المدى القريب او المدى البعيد حينافس قد ايش الجماهيريه اللي وصلها جيم اوف ثرونز. ما في عمل تلفزيوني ولا حتى عمل سينمائي قدر يحصل على هذا الزخم والاهتمام الجماهيري الكبير على مستوى الأصعدة وفي كل المنصات. ما في أحد كان ما بيتكلم على Game of Thrones، ما في أحد ما بيناقش Game of Thrones، ما في أحد بيحلل ويحط نظريات زي ما صار مع Game of Thrones. وبعيدا عن الموسم الثامن وأي موسم ثاني كمان ما عجبك، Game of Thrones عمل المعيار. Game of Thrones صار هو المعيار الأساسي للمقارنة مع أي مسلسل آخر أو أي عمل آخر، من ناحية الحبكة الدرامية، من ناحية الصدمات اللي بنديها للمشاهد من جميع النواحي. وهذا كله يرجع للعبقري جورج آر آر مارتن اللي قدم لنا هذا العالم اللي بيكتب فيه من التسعينات إلى الآن. إنسان عنده شغف بالكتابة، عنده شغف لهذا العالم المتكامل جدا. يمكن هذا الشغف اللي منعنا واللي حرمنا إننا نشوف النهاية زي ما كان هو حابب إنه يحطها. أحترم جورج جدا لأنه على الرغم من الزخم الكبير الجماهيري، على الرغم من الضغط الكبير من شركة كبيرة زي HBO، مرضخ ما غلق العمل، ما غلق الكتابة، قال لهم أنا ما خلصت، مو عشان يرضي الجمهور ولا عشان يرضي أي أحد، قام كتب أي كلام. بالمقابل أنا أحترم داني وديف جدا، لأنهم قدموا لنا عمل رائع، ما ننسى لهم كل المواسم السابقة عشان موسم ولا اثنين، مهما كانت الكتابة جميلة في الرواية، تحويل العمل الدرامي من رواية لشكل سينمائي وعمل تلفزيوني صعب جدا، والدليل كثير من الروايات اللي تحولت لأعمال سينمائية أو أعمال تلفزيونية وكانت سيئة للغاية، لكن هذا ما يمنع إنهم هدموا الدنيا هنا. إنهم دمروا المسلسل في الموسم الثامن، إنهم قتلوا كل حاجة جميلة حبيتها في مسلسل Game of Thrones في موسم واحد. نحترم كل حاجة عملتوها، لكن إنك تبدأ شيء وما تنهي ما حيوفيك من العقاب، ما حيبعدك من العقاب الجماهيري إنك عدمت المسلسل. ده هذه الحلقة الأخيرة يا عالم، وأنا حاسس بفراغ، حاسس شيء فاضي هنا من جوا، حاسس اني زعلان من مين، من ايش، ماني عارف ايش في اللقطة اللي زعلتني ولا ايش الحدث اللي زعلني، ماني عارف. كل حاجة على بعضها كده محسساني بفراغ وغضب. حبدأ اتكلم الان عن الحلقة، وعلى عكس العادة ما حاتكلم عن الايجابيات اولا، حاتكلم عن السلبيات بعدين نروح على الايجابيات. طيب اتخيلوا معايا الموسم الثامن كله في هذا النقاط. واحد، انه جيش الاحياء يفوز على جيش الميتين، انهم يقتلوا النايت كينج. بعد ما يقتلوا النايت كينج يتوجهوا لسيرسي، ودينيرس هناك تتجنن وتحرق كينجز لاندينج. جون سنو عشان دينيرس تجنت وحرقت كينجز لاندينج يقتلها، لانه اللي يهمه الشعب اكثر من الحب. عشان جون سنو قتل دينيرس، جيش الدوثراكي والانسالد يسجنوه. جيش الشمال يحاصر الانسالد والدوثراكي يطالب بجون سنو. يصير مجلس استشاري لكل الحكام اللي موجودين في ويستروس عشان يحددوا مصير جون سنو. في هذا المجلس يتم انتخاب بران انه يصير هو الملك، والمقابل انه جون سنو يطلعوه براءة لكن ما يطلع للشعب، ينفوه ويعزلوه للنايت ووتش. والشمال يستقل وسانسا تصير الملكة، واريا الان تخرج في رحلة خارج ويستروس، وتيرين يصير هو الهاند اوف ذا كينج ويصير هو مساعد بران. تخيل وانت قبل ما تبدأ الموسم الثامن، لسه ما جبت الموسم الثامن، لقيت هذه النقاط في مكان وقعدت تقراها، حتقول واو كيف هذا الشيء صار؟ حتزعل، حتقول كيف بران صار هو الحاكم؟ ايش اللي خلاه يصير الحاكم؟ ليه جون سنو قتل دينيرس؟ ايش اللي وصلهم انه يقتل دينيرس؟ فانت كنقاط حتكون جميله، حتكون واو، حتكون مفجعه، حتكون صادمه. لكن احنا مشكلتنا في هذا الموسم على الرغم من هذه الاحداث كلها اللي صارت، مش انه الاحداث صارت ولا لا، كيف صارت اساسا؟ مشكلتنا مو في الوقت، مو ايش الحدث اللي صار وايش النهايه اللي صارت، كيف وصلنا لهذه النهايه وكيف تم تنفيذ هذه النهايه. فبالتاكيد انه جورج ار مارتن قعد مع الكتاب واعطاهم هذه النقاط، لكن كيف تم تنفيذ هذه النقاط؟ وهذا أسوأ حاجه في السلسله، هذه أسوأ حاجه في الموسم، لانه هذه النقاط طويله جدا، ممكن تاخذ 5 مواسم زي ما جورج ار مارتن قال، بدل ما يعملوها في 6 حلقات في موسم واحد بس. نقاط كان ممكن تكون منطقيه، نقاط كان ممكن تعجب الجمهور لو اخذوا وقتهم في كل نقطه، لو بنوا كل شخصيه مؤثره في كل نقطه، لو وصلونا لهذه النتيجه تدريجيا بدل ما ينزلوها كصدمات متتاليه غير منطقيه للمشاهد، غير منطقيه لمشاهد
كاتب جيم اوف ثرونز اللي متعود على الحبكة الدرامية وبناء الشخصيات بطريقة سليمة. ولكل الأشخاص اللي جوا بعد نهاية النايت كينج في الحلقة الثالثة واللي قالوا يا جماعة هذا جيم اوف ثرونز، هذا صراع العروش، يعني لازم يكون في سياسة بعيدا عن الزومبيز وبعيدا عن ووكينج ديد. طيب يا ابو الشباب، غلق النايت كينج، فين الصراع؟ فين السياسة؟ شفت أي سياسة أنت؟ دينيريس تموت بكل بساطة، مو كانت مجنونة؟ مقلبت على الكل والجميع بما فيهم جون سنو؟ كيف ترجع له مرة ثانية؟ كيف تأمن له مرة ثانية؟ وإن آمنت له وإن رجعت له، ليه ما عشنا معاها شوية؟ ليه ما عشنا الصراع السياسي؟ ليه ما شفنا جون سنو بيصارع نفسه؟ مو جون سنو من البداية هي الكوين، هي الكوين، هي الكوين. طب كيف على طول في يوم ترجع وتقتنع بكلام تيريان في لحظة؟ ما كمل يوم، ما قعد بينه وبين نفسه بيفكر، مجرد حوار بسيط جدا صار مع دينيرس قرر انه يقتلها فيها. والله نهاية دينيرس مؤلمة. الحلقة اللي فاتت شفنا نهاية سيئة لسيرسي لانه ماتت، صحيح انه منطقة رومانسية مع جيمي وتكلم كلام هذا كله في المناقشة اللي صارت، لكن نهاية شخصية عظيمة تحت حجار، والآن دينيرس تموت كده بكل بساطة. شخصيتين عشنا معاهم آرك طويل جدا من بداية المواسم تنتهي في لحظة بسيطة جدا من غير أي عمق في الأحداث. طيب مات دينيرس وجون سنو هو اللي قتل دينيرس، غري وورم ما طلع عن طوره؟ ما قتل تيريان؟ ما قتل جون سنو؟ ليش؟ إيش المنطق إنه يخليهم سجناء أصلا؟ ممكن تكون سياسة، ممكن تكون عشان مو قادر يطلع ومحاصر، بينون لنا على الأقل خلنا نقتنع بالأحداث. ومجلس ويستروس مهزلة. هذا المجلس؟ هذول هم الحكام اللي موجودين في ويستروس؟ تابعت 8 مواسم من كل السياسات وكل الصراع اللي صار بين تايوان، بين المارتيل والتايريل وكل الأسماء الكبيرة هذه عشان ننتهي بهذا المجلس في ويستروس؟ لو بعدت عن كل شيء، لو شلت من بالي الأسماء اللي موجودة، طريقة انتخاب بران، تيريان بكل بساطة يقول الفكرة وبكل بساطة الكل والجميع يقتنع بالفكرة، فين الصراع هنا؟ فين السياسة؟ وخلونا نمسك بران لحظة. بران طلع هو الشرير، بران هو الشرير من البداية، لأنه بران لما تيريان سأله هل حترضى بالحكم ولا لا قال له أنا ليه جيت لهنا أساسا؟ فبران هو عارف انه جاي لهذا المكان وانه حيصير الملك لويستروس، انه هو حيصير الملك للممالك الستة ولا السبعة، فبران عارف هذا كله من البداية. تخيل معايا كيف كان القصة ممكن تقدم بطريقة عبقرية. بران ونظراته لتيريان من بداية الموسم ممكن كانت بتوضح انه بران عارف انه حيصير ملك وانه تيريان حيصير الهاند ذا كينج حق الملك. ولما نسأل عن وينترفيل من تيريان قال له أنا ما يهمني ملك وينترفيل أو حكم وينترفيل، أنا عايش في ذا باست، لأنه كان بيكذب عليه أنه همه أصلاً أنه يحكم ويستروس بالكامل. ترى أنه اللي خرب العلاقة بين جون سنو ودينيرس هو بران. تخيل معايا لو بران ما قال لجون سنو أنه هو تارغاريان، ولا كان عرف أنه عمته تصير دينيرس، كانت الأمور مشت بكل بساطة، كان الاثنين دول ما قلبوا على بعض أبداً، كان ممكن حتى أنه دينيرس ما تقلب ولا تصير المات كوين. فبران كان حيعرف ايش بيصير، وكل خطوة كان بيعملها عشان بيخدم المصلحة الكبرى والمصلحة النهائية ان هو اللي يوحد ويستروس تحت حكمه، يعني هو اللي شايف هذا كله. تخيل معانا لو شفنا الاشياء هذه بدل ما تكون مفاجأة في الحلقة الاخيرة، مفاجأة رخيصة جدا، تكون باين التخطيط، ونكون شفنا الكلام هذا مع بران وعشنا مع بران كمان من المواسم السابقة كيف بيرسم هذه الخطة. إذا بران كان شايف كل حاجة من البداية، إذا بران عارف إنه حيصير ملك في يوم من الأيام، هل معناها إنه عارف إن دينيرس كانت حتتجنن؟ أو بالبداية هل عارف إنه دينيرس حتفقد التنين تبعها؟ هل عارف إنه هذا الشيء اللي حيجننها؟ هل عارف إنه بزيادة إنه ميساندي حتموت؟ وهل كان عارف كمان إنه جون سنو لو بعد عنها حتتجنن بزيادة؟ يعني هل بران كان سبب جنان وكان سبب إنه تصير دينيرس المات كوين وبالتالي تكون هي تحرق كينجز لاندنج وتموت هذول الأشخاص كلهم؟ هل بران هو الشرير؟ ليش ما ربطوا هذا الكلام بالموسم الأول وكيف الأولد نان؟ وسبق وتكلمت هذا في مراجعة الحلقة الثانية، أتوقع الأولد نان لما كانت تتكلم معاه هو مقعد وبتديله قصص من القصص القديمة وحكته لأول مرة عن اللونج نايت والنايت كينج وبداية النايت كينج أيام زمان، وقالت لما جاء الغراب جاء على الشباك وقالت له لا تثق في الغربان، وهنا الآي ثري آي دريفن، وهنا بران واللي هو غراب كيف أنه طلع هو كذاب
زي ما قالت الأولد مان في البداية. شايفين الربط كيف كان ممكن يكون جميل لو قدرنا نسلط الضوء على بران بطريقة أقرب ونشوف التخطيط هذا كله من البداية؟ كان اقتنعت إنه صار ملك، لأنه الآن بران وسانسا نفذوا بحذافيرها الكلمة حقت ليتل فينجر لما قال كياس إز اللادر، أو الفوضى هي السلم. هم عملوا فوضى، بران عمل الفوضى بين دينيرس وبين جون سنو، وسانسا عملت فوضى بين دينيرس وكل المساعدين حقونها. طاحوا دول الاثنين وطلعوا صاروا حكام، واحدة صارت حاكمة لوينترفيل والثاني صار حاكم على ممالك الستة. وبعيدا عن ذا كله، تيرين لما طلعوا بيحكي ليش انه بران احق على قصة، عشان قصته جيدة خلاص كده هو احق عشان هو كان مقعد. طيب الحكم يحتاج اكثر من انه انسان كان مر بقصة جميلة ويتعاطف معاها الشعب، الحكم يحتاج اكثر من انه شخص يعرف الماضي، الحكم لازم يبين انه احق بالحكم. واحدة زي سانسا على الاقل حكمت لفترة بسيطة، او حتى جون سنو، لانه حتى جون سنو مر بقصة وشيء طويل جدا. لو بنقول نتكلم مع الشعب مين احق بالحكم من ناحية القصة بس من غير اي حاجة ثانية، جون سنو هو الاحق. جون سنو تربى على انه هو ولد غير شرعي، جون سنو مات ورجع للحياة مرة ثانية، جون سنو قاتل الميتين وراء الجدار، جون سنو لما رجع وحد الشمال وصار ملك الشمال، جون سنو عشان خاطر ويستروس بالكامل تنحى عن الملك وخلى دينيرس تصير هي الملكة. جون سنو ضحى بكل حاجة على الشعب. في الأخير ترمي جون سنو عند النايت ووتش؟ إيش الفائدة أصلاً للنايت ووتش الآن؟ ما في أي خطر، ما في نايت كينج، تلتو أسوأ قتلة. وإذا في النهاية الأنسال بالدوثراكي يطلعوا على السفن ومتجهين مرة ثانية لإسوس، متجه للمدينة هذه اللي هو وعد ميساندي إنه يعيش فيها، ليش جون سنو نفيتو؟ إيش الفائدة من النفي الآن؟ أنتوا عملتوا هدنة مع شخص حيسيب وستروس بالكامل وحيخرج، ليه بعتوا جون سنو برخيص؟ بعدين عشان أنسى لأنسى، سانسا بكل بساطة قالت لأ أنا أبغى أستقل بالشمال. فين السياسة هنا يا أخي؟ ليش ما يارا قادة بستقل بالجزيرة الحديدية؟ ليش مو اللي في الجنوب قالوا بستقل بالجنوب؟ ليش مو كل شخص قال بستقل؟ ليه بكل بساطة سلم ويستروس بالكامل لعائلة ستارك، سواء الشمال ستارك وبران الآن ماسك ويستروس؟ في الأخير خرجنا بلا حرب عليها قيمة، بلا حروب قوية، بلا دراما قوية في الحروب، ولا حتى صراعات سياسية ترجعنا مجد المسلسل في الموسم الأول والموسم الثاني أبداً. تخيل موسم كامل نهاية Game of Thrones من غير لحظة عليها القيمة، لحظة زي موت نيد ستارك، لحظة زي ريد ويدينج، لحظة زي موت جوفري، لحظة زي هولد ذا دور، أو معركة زي باتل أوف ذا باسترد. ما شفنا أي معركة بهذا الشيء أو أي لحظة من هذه اللحظات. والله يا جماعة انتهت وأنا طول ماني مصدق، حاس بفراغ، فراغ كبير. أرجع أكرر، مقتنع بالنقاط، الطريق حق النقاط، كيف وضعت النهاية هذه، كممكن تعيش فترة أطول وأقتنع بكل نقطة وأعيش معاها أكثر. موسم كان فاضي 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 جدا. نيجي الآن على إيجابيات الحلقة، وعلى الرغم أنه في إيجابيات نوعا ما متناثرة في كل الحلقة تقريبا، لكن ما يمنع أبدا أن السلبيات غطت عليها بكفاية. بس من باب العدل والإنصاف نذكر بالتحديد السينماتوغرافي للمرة المليون، يثبت أن المسلسل اللي شايله من البداية للآن، من بداية الموسم الثامن للآن، هو السينماتوغرافي العظيم جدا. هيرس لما مشيت والتنين خرج من وراها، يا الله على هذه اللقطة كانت جميلة. الخطاب اللي مع الدوثراكي والأنسالد باللغة الأجنبية هذه حسسنا أنه خطاب هتلر، حسسني فعلا أن الشخصية هذه خلاص ناوية على الكل والجميع. تيريان لما قابل دينيرس ورمالها الشعار زي ما قالت له انت خنتني وخليت اخوك يمشي، قال لها وانت كمان خنتيني لما قتلت كل الشعب حق كينجز لاندينج، ورمالها الشعار، كانت من اجمل الاشياء كمان في الحلقه. تمثيل دينيرس وجون سنو على الرغم انه الاثنين دول ما بينهم كيمستري ابدا، من أسوأ الاشياء اللي صارت في المسلسل هو اللقطات التمثيليه بين جون سنو ودينيرس، الاثنين الممثلين ما هم لايقين على بعض اساسا وباين انه ما في كيمستري. لكن هذا المشهد اللي في هذا الموسم وفي آخر حلقة كان جميل، الحوار كان حلو، الأخذ والعطاء في الكلام كان جميل، كل واحد فيهم أعطى أفضل ما عنده تمثيليا. عجبني كمان دينيرس كيف هي بتتكلم على العرش
وبتقول كيف وهي صغيرة أخوها كان بيحكيها إنه مصنوع من ألف سيف وكيف كانت تتخيل شكله مختلف تماماً. وهنا الجميل إنه بيحاولوا يوضحوا الفرق بين الثرون أو العرش اللي موجود في المسلسل وبين العرش اللي موجود في الرواية. العرش اللي موجود في الرواية أكبر، لكن القائمين على المسلسل صغروه بهذه الطريقة عشان يبان بالكاميرا بالكامل. فجميل إنه دينيرس تكلمت على هذا الموضوع وتبين الفرق في العرشين. ومن الأداء التمثيلي الجميل جدا كمان تيريون لما شاف جيمي وسيرسي، يا الله أداء التمثيلي حق الراجل هذا كان عظيم. كل اللانستر، أداء اللانستر كلهم من تايمون جيمي سيرسي، الجميع هم أفضل ناس قدموا أداء تمثيلي في المسلسل. لكن معقول إنه مو كل شيء طاحوا ماتوا؟ يعني كان يجيهم بس يجوا على اليمين كذا وخلاص ما يموتوا؟ ما أبغى أفكر فيها، ما أبغى أفكر فيها، بس مو معقول كيف ماتوا اليمين ما في شيء طايح. من أجمل اللقطات كمان كان دراغون، أظن إنه الختمة كشخصية ختمة دراغون كانت عظيمة. كيف نزل على أمه قبل ما ينزل على أمه، كيف لما كان موجود على الثلج والثلج كان عليه من كل مكان، CGI كان عظيم هنا، كان جميل جدا كيف بعد الثلج هذا كله جون سنو، هذا الثلج اللي نزل عليه وجون سنو كان معدي، جميل 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 التلاعب بالصور عشان يوصل لنا معنى، وكيف جون سنو دخل من هناك. لكن الأجمل كان بعد ما مات دينيريس وكيف إنه قرب وحاول إنه يصحيها وحاول إنه يقرب منها، وكيف إنه بعدين طلع على العرش الحديدي، طلع على الشيء اللي كان سبب في وفاة أمه. دراغون كأنه عارف أو كأنه مستوعب إنه اللي موت دينيريس واللي وصلها لهذه المرحلة ولا أحد غير هذا العرش اللي كانت بتحاول توصل له، وذوبان العرش كان من أجمل الأشياء. وأنا متأكد إنه هذا الشيء كان أكيد انقال بالحرف من جورج آر مارتن للكتاب حق المسلسل، وأكيد حنشوفه في الرواية. حبيت كمان كيف إنه جون سنو لما يتكلم مع تيريون قال معلومة أو قال مقولة جميلة جدا، واللي هي إنه الحب يموت الواجب والعكس، الواجب يموت الحب. جون سنو مرتين فقد الحب عشان الواجب، في البداية مع الهمجية والآن مع دينيرس في اللقطتين. جون سنو يا جماعة من أكثر الشخصيات اللي ما أخذت حقها. جون سنو اللي واضح الآن غلق المسلسل إنه الغرض الوحيد لهذه الشخصية من البداية هو إنه حيقتل دينيرس في الأخير، ما طلع ولا بشيء. أنا عندي اقتناع إنه في النهاية حقت الرواية حيكون نفس الشيء بس يقتل. يمكن هذا هو مقصد جورج آر مارتن لما قال إنه نهاية المسلسل أو نهاية القصة حتكون بيتر سويت واللي هي حلوة ومرة. هذه هي المرارة، إنه شخصية كانت بطلة. أنا ما يعجبني جون سنو، عشان أكون واضح، أنا عائلة ستار كلها ما تعجبني جون سنو ما يعجبني، لكن الحق يقال كشخصية بطل من البداية للآن كانت جميلة، قدم كل حاجة للشعب عشان ينتهي مرة ثانية هذه النهاية، عشان يعني رجع من الموت عشان هذا الشيء، قاتل النايت كينج عشان هذا الشيء. يعني الغرض الأخير من السونج حقة الآيس أند فاير ومن إن هو ترجاريان، كل ده يطلع بس عشان يقتل دينيرس. قاتلاني يا أخي. واحدة من الأشياء والنبوءات البسيطة جدا اللي تحققت في هذا المسلسل الآن هي نبوءة دينيرس وبيت الخالدين وبيت الأنداينج، وكيف لما راحت وكانت مسكت العرش، وفي هذه الحلقة عملوا نفس التصوير ومسكت العرش، ولسه حتى ما جلست دخل جون سنو وبعدها صار اللي صار وماتت، والآن تتجه وتروح لهيفن ولا في أي مكان وتقابل زوجها وتقابل ولدها اللي كلهم ماتوا. من الأشياء الجميلة كمان كيف إنه ليدي برين أخيرا أنصفت جيمي. جيمي كان معروف بالكينغ سلاير، حتى مكتوب في الكتاب انه هو قاتل الملك او انه قتل الملك. انهت هذا الشابتر، انهت الصفحة حق جيمي انه زي ما قتل الملك هنا هو مات وهو يحامي عن ملكته، وهو يحامي وبروتكت الكوين تبعه. نهاية جميلة، حبيت هذه النهاية، حبيت دخول برين وكتابته لهذا الكلام عن جيمي. نهاية يا جماعة رجعنا نقطة الصفر مرة تانية. لو نبدأ بداية المسلسل، الآن سانسا صارت حاكمة الشمال أو ملكة الشمال كمان زي ما نيد ستارك كان حاكم الشمال، هذه نقطة رقم واحد. آريا رجعت وسابت البلد زي ما كان أنكل بنجي، هذاك اللي كان يساعدهم دائما وكان دائما يتجول خارج الشمال، برضو آريا الآن خارج ويستروس بالكامل وتتجول، صارت كريستوفر كولومبوس. داني نهايتها صارت الماد كينج، والماد كينج انقتل من الكينغ سلاير والكوين سلاير اللي هو جون سنو، وجون سنو يرجع للنايت ووتش زي ما ايمون ترغاريان كان موجود في النايت ووتش، فترغاريان اخر الان موجود مع النايت ووتش. الامور نوعا ما رجعت لنقطه الصفر، لنقطه البدايه، كل الامور رجعت زي ما كانت، بعيدا عن الدمار، بعيدا عن الحروب، كل شيء حيرجع، بس تقريبا رجعنا كاننا في بدايه الروايه. فهنا يجي الفرق بين يكون عندي رؤيه اطمح لتنفيذها، نهايه بنقاط جميله، وبين سوء التنفيذ اللي صار انه النهايه اكيد
انه تكلموا فيها مع جورج آر مارتن، اكيد حطوا النقاط على الحروف لكن وصلوا لها بطريقه غلط جدا. وما الوم جورج آر مارتن لما قال انهم كانوا يحتاجوا على الاقل 5 مواسم كمان عشان يوصلوا للنهايه، فكر فيها. لكن جيم اوف ثرونز ككل، صراع العروش ككل، لعبه العروش ككل، اثبتت وانصفت الكتاب جدا، بيبين لك انه مهما كان عندك الملايين وجبت افضل التقنيات في السينماتوجرافي في الموسيقى، افضل الممثلين في العالم كمان تجيبهم، لو ما عندك نص مكتوب تمام هتطلع بزبالة زي ما طلعنا فيها في الموسم الثامن. في نهاية الحلقة يا جماعة، أظن الكل يتفق ان نهاية الموسم كانت مخيبة، وان الموسم الثامن اصلا ككل كان مخيب. الامل الان في الرواية، عجبني جدا كمية الشباب اللي حابب يرجع يقرأ الرواية مرة ثانية. لو في حاجة، لو في فايدة من Game of Thrones من البداية للآن بعد خيبة الأمل صار في الموسم الثامن، إنه هو قدر يقرب الناس ويحبب الناس في القراءة. أنا من الناس اللي بدأت أقرأ الرواية أصلاً، حتبع الرواية بالكامل وحأكملها لين جورج آر مارتن ما ينزل الروايتين الأخيرة، وإن شاء الله ننبسط. وأوعدكم إذا القناة مستمرة أصلاً وإذا قدرنا نكمل إنه نرجع نتكلم عن النهاية حقت الكتاب ونقارنها بنهاية المسلسل. فالحمد لله انتهى Game of Thrones بخيره وبشره، ما زال من أعظم الأعمال السينمائية الذي قدمت. أنا أشوف أنه أعظم عمل تلفزيوني، صعب أنه يجي عمل وينافسه. نختلف أو نتفق على النهاية، لكن هذا ما يمنع أبداً أنه عمل كبير. إن شاء الله حلقة جاية.